إذن مشاهدي قناة شوف تي في، هنا مع جنون جماهير المنتخب الكاميرون. هذه طريقة التشجيع ديالهم، كيف ما كانت المقابلة حبية، مقابلة خاصة بالنساء أو الرجال، فحنا كنتواجدوا في كأس إفريقيا المقامة في المغرب، كأس إفريقيا الخاصة بالنساء. إذن انتهاء الحفل، والآن غادي يبدا الحفل داخل مركب محمد الخامس، لأن انطلاق الشوط الثاني ديال المقابلة غادي يبدا الآن، ونحن غادي نقربكم من الأجواء داخل المقابلة.